مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الضيف خفيف. ضيفة هذا اليوم هي فنانة جميلة بنت عائلة فنية، ممكن أننا نقول أنها باحثة عن الحرية. معنا الفنانة المغربية المتألقة سناء مزيان، مرحبا بك. شكرا. غبرتي علينا هذه عام ونص. سبب هذا الغبور هو التغيير اللي حصل في حياتي الشخصية. طبعا عندي مولود جديد، وكان آخر أعمال قدمتها هي سلسلة حال وأحوال المخرج لطيف الحلو، وكنت وقتها حامل في 3 شهور. فطبعا اضطريت ناخد إجازة ديال تقريبا عام ونص على ما طبعا نجيب المولود ديالي، واخذ وقت على ما يلا يكمل عام، لانه في هذه الفتره كتكون مراحل مهمه للمولود، وكتكون مراحل مهمه اللي هي كتجمع الام مع المولود ديالها. فقررت انه فعلا ناخذ اجازه باش نراعي ولدي انا بنفسي. أبرز خبر اللي كان هذه سنة ونصف هو الزواج ديال الفنانة سناء مزيان، والأبرز من ذلك هو أن ذاك الزواج كان في واحد اليوم اللي هو مميز، اللي هو اليوم ديال عيد الحب. احنا خططنا باش يكون زواجنا بهذا العيد اللي هو عيد الحب، لأنه يجمعني حب كبير مع زوجي، وكان حب من أول نظرة. فلقينا أنه بمناسبة عيد الحب غنشاركوا جميع الأحبة بحبنا ونعترفوا بحبنا قدام العالم كله. فاجئني فعلا في أشياء اللي ممكن نقوله كنا نشوفوها في الأفلام، مثلا لما كان باغي يتقدم لي عمل لافتة كبيرة 5 أمتار على لندن بريدج، اللي هو اللي هي واحد القنطرة معروفة طبعا في لندن، وفاجئني بها مني شفتها مكتوبة سناء هل تقبلين الزواج مني. بأن الزوج ديالك أعلن الإسلام ديالو، وهل كان هذا اختيار شخصي أو شرط من شروط سناء؟ لا، لما يكون شرط من الشروط، يعني أنا لما التقيت بالزوج ديالي هو كان منفتح جدا، كيحب الثقافة والعادات والتقاليد العربية، وفات له طبعا مشى للمغرب وكان معجب بزاف بالمغرب. تكلمنا طبعا في لقائنا الأول عن الإسلام، ولقيت أنه عنده معلومات ما كنتش وقتها طبعا أنا، يعني أنا عمرها قبل ما كنت نفكر أنه أرتبط بأجنبي. تفاجأت طبعا بزوجي لما يعني كان يسأل، يعني قبل الزواج قبل ما نتزوجوا كان يسول في هذا الموضوع كثير، لغاية ما هو أعلن، يعني أعلن إسلامه قبل ما تحصل الخطوبة. نعم. لأن هو كان يعلم جدا أنه أنا ما كنتش نفكر طبعا في هذا الشيء، يعني كنت بعيدة أنا على أنه ارتبط بأجنبي. فأنا تفاجأت بهذا الموضوع، يعني كنا قبل حتى ما نتخطبوا. فهذا الشيء طبعا أسعدني، ومن وقتها لقيت أنه متحمس يتعلم أكثر. ونقول لك أنه إحنا بجوجنا كان نتعلمه، يعني حتى قبل الزواج كان صام أول رمضان، ومن بعد الزواج الحمد لله يعني كان تقاسمه وكان شاركه
جميع طبعا الأشياء اللي هي في دين الإسلامي، فما حسيتش أنه إنسان يعني جديد على الإسلام أو إنسان لقيته يعني هو حابب يتشبع بديننا الإسلامي. جميل. سناء، لاحظنا بأنك رجعتي بواحد الرغبة كبيرة أنك ترجع للمجال، ومن بعد الزواج إلا جاك دور مثلا كسميرة في الضيعة ممكن أنك تقوم به؟ أنا ما كنشوفش أي مشكل في أي أفلام قدمتها، وخاصة بفيلم سميرة في الضيعة. أنا ما كنشوفش فيه أي شي حاجة اللي تمنعني نعمل فيلم يشابهه، فكنشوف أنه بالعكس يعني الفيلم الحمد لله عمل بصمة وحقق نجاح كبير وأخذ جوائز كثيرة في مهرجانات مختلفة، وأخذ عليه جائزة أحسن فنانة في إفريقيا ببوركينا فاسو في سنة 2009. فأنا كنتمنى نعمل فيلم بهذه القمة. واحد السؤال كثيرني شخصيا هو الإضافة للتمثيل. سناء عندها موهبة الغناء من بعد ما درست بإحدى المعاهد الموسيقى في الهند. علاش بالضبط الهند؟ ما عندناش في المغرب زعما معاهد اللي في المستوى اللي أننا ممكن أننا ناخذ فيها أبجديات الغناء والعزف؟ لا أكيد في المغرب عندنا كل شيء، إنما لأنه أنا طول عمري عايشة في لندن، وهذا الشيء علاش يعني كنت كنقلب باش نتعلم الربع طون. طبعا انا درست الموسيقى بلندن، ولكن كنت حابه نتشبع بالربع طون، ما لقيتش معهد شرقي عربي، فاتجهت لمعهد هندي بلندن في الاول. ومني وصلت لمرحله انه باغا نعمل اغنيه مزج ما بين العربية والهندية، مشيت سافرت على الهند ودخلت معهد هندي بالهند باش نتقن اللهجة ونتعلم أكثر نتشبع أكثر بمقاماتهم، حيت حبيت أنه منين نجي نعمل أغنية ما تحسش بالفرق أنه لا عربية كتغني هندي، ولا تحس بأنه أنا كنحاول نغني هندي أو في عندي لكنة ماشي هندية. لحظة من لحظات تبدل المسار ديال سناء مزيان من الغناء مباشرة للتمثيل. فعلا هو من ثاني فيديو كليب قول لي فينك. كنت طبعا متواجدة في مصر لما تعاملت مع محمد الشاعر محمد رفاعي، وكان هذا ممكن نقول لك سنتين من بعد ما دخلت المجال الفني. في أغنية تقول لي فينك قدمني الشاعر المخرجة إناس الدغيدي، لأنه كانت وقتها كتقلب على مطربة مغربية وتكون صغيرة وملامحها تكون الملامح ديالي. طبعا احنا كنتكلموا هذا الكلام في 2004، فالحمد لله حصل التوافق، وفعلا لقتني يعني الشخصية اللي كانت أو الشكل الشخصية اللي كانت بحثت عليها، وفعلا احنا غنينا كذا أغنية بالفيلم، والحمد لله الفيلم كان بداية قوية سينمائية بالنسبة لي. مع ذكر إناس الدغيدي، هناك مجموعة ديال النقاط اللي كيجمعوا إناس الدغيدي مع سناء، أبرزهم الجرأة مثلا. علاش كان الاختيار ديال إناس الدغيدي لسناء مزيان بالضبط؟ كنظن جاوبت على سؤالك، لأنه هي كانت كتقلب على ملامح معينة،
يعني كان ضروري تكون البنت اولا صغيره في السن، لانه كان الساجده ما كانتش ما كتفهمش في الحياه، كان ممكن يضحك عليها، فكان لازم تكون صغيره في السن. وكذلك كان لازم يكون ملامحها شرقيه جميله، اي راجل ممكن يشوفها يعني يغرم بها. ما نفوتش الفرصه سناء، المشاهدين الكرام يبغوا يسمعوا شي حاجه من عند سناء، واخا انا حاسس بك تعبانه ولكن بغيو نسمعوا شي حاجه. الدنيا بتضحك لي وانا يا ما شفت كتير، بتاخدني بتحضني ويماليني حب كبير. الدنيا بتضحك لي ها 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 ها. الله يعطيك الصحة. شكرا. شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل. شكرا على ضيافتكم. مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، كنضرب لكم موعد في الحلقة القادمة مع ضيف خفيف آخر. كنتسناو بطبيعة الحال تشجيعاتكم انتقاداتكم على الموقع الإلكتروني www.zoomset.tv. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.